الموضوع مش هيك. الموضوع انه حتى الاسرائيلي اليوم بلشوا باليمن على سواحل اليمن يرصدوا طائرات تجسس اسرائيليه موجوده بالمنطقه. الاسرائيلي بده يرد، واكيد رح يرد، لانه ضربه معنويه وضربه كثير كبيره عسكريه ومعنويه تعرض لها بتل ابيب، بالاضافه لانه الامريكي بده يشارك بهيدي الضربه، والامريكي هو بيصرح انه لا يمكن لاسرائيل استهداف انصار الله، استهداف الحوثيين بدون التنسيق مع امريكا. هذا تصريح امريكي. فاليوم لما يكون الامريكي عم بيصرح هذا التصريح والاسرائيلي عم يعلن عن رد، يعني اكيد في ضربات رح تشهدها الاراضي اليمنيه، عدوان رح تشهده الاراضي اليمنيه ردا على هذا الاستهداف يلي صار. هلا على اثر هيدي الضربات، على اثر هيدي الضربات، ما هو اللي تحضر من قبل اليمني؟ ما اليوم لما بلش اليمني بالسفن الاسرائيليه فقط بالبحر الاحمر، طلعوا البريطاني وطلعوا الامريكي وعملوا عدوان مشترك على اهداف باليمن، مزبوط؟ قام اليمني حطهم على اللائحه مع الاسرائيلي وشل الحركه بالبحر الاحمر، وصل لمرحله اليوم انه ميناء ايلات خرج من الخدمه، قاب قوسين او ادنى خرج من الخدمه، عم بفلل الموظفين وما عنده اي سفن عم ترسي، سفينه وحده رست باخر فتره كلها. هذه الاخبار طالعه من ايلات، يعني قدر انه يعطل هذه الميناء. تمام؟ بالاضافه لتاسيس حلف عربي دولي بالبحر الاحمر بوجه اليمن، كمان مرقنا فيه هلا بهذه الحرب، لوقف هذه الضربات وما وقفت، بالعكس زاد الاستهداف، وكان كل مره اليمني عم بيكون مخبي لهم مفاجاه اكبر، لحد ما وصل اليوم بالتصعيد والتصعيد المقابل، لانه يستهدف تل ابيب بشكل مباشر بمشهد يعني تاريخي. طب يعني يخبئ اليمني اليوم أكيد مزيد من المفاجآت أكيد للعدو الإسرائيلي في هذه الحرب؟ مفروغ منه وليس من باب الشعارات أبدا، وليس من باب الشعارات أبدا، مفروغ منه ومن باب الإحداثيات ومن باب الأسلحة التي والمسيرات التي يمتلكها اليمني، يلي بعد ما كشف عنا على قاعدة، على القاعدة التي ماشيين فيها نحن بجنوب لبنان، يلي هي التصعيد والتصعيد المقابل على قاعدة بتوسع أكثر. طب اليوم بأي مرحلة من الحرب أصبحنا؟ هل أصبحنا فعلا بالمرحلة الرابعة وهي مرحلة جديدة من يعني بعد الهدهد، الرسائل التي أرسلها حزب الله وبعد هذه الطائرة اليمنية التي كانت رسالة قوية لإسرائيل وللأمريكيين أيضا؟ صح. في آن معا اليوم نحن دخلنا مرحلة جديدة. تقول كنت ببداية حديثك أستاذ حسين أنه الإسرائيلي طريقة العدوان الذي يشنه في الساعات 48 الأخيرة مختلفة قليلا منذ بداية هذه الحرب، وكأنه بلش ينفس الإسرائيلي. صح. على الأرض. طيب اليوم ماذا بعد هذه المرحلة وماذا ستشهد هذه المرحلة عسكريا على الأرض؟ هلأ بالنسبة لموضوعنا بجنوب لبنان، إذا بدنا نأخذ الارتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان الأخيرة آخر كم يوم بس، هذا الاستهدافات يلي صارت وضرب المدنيين بشكل أكثر، بعده أنه بشكل معقول بالنسبة للإجرام الإسرائيلي، ولكن بشكل أكثر من العشر أشهر يلي مضوا كلهم. هذا يعتبر بداية الإفلاس الإسرائيلي الأخيرة، لأنه إذا بدك تستحضري معارك العدو الإسرائيلي من تأسيس هذا الكيان لليوم بكل الحروب، عندما يبلش يعبث بشكل عشوائي بالضرب ويبلش يرفع من وتيرة الاستهدافات الغير مدروسة، بيكون هو عم بيخلص عم بيلعب كل وراءه، وهذا شهدناه بال2006 خصوصا بآخر يومين أو ثلاثة قبل وقف إطلاق النار، كل الناس بعدها بتذكره. لذلك اليوم على الأرض الإسرائيلي عنده خيارين، وبالمقابل المقاومة عندها خياراتها. يعني نحن على طول بنحكي انه الاسرائيلي وعد، الاسرائيلي خطط، الاسرائيلي قرر، الاسرائيلي نفذ. ما هو اليوم الحرب هي بمرحلة عض الاصابع من الطرفين، حرب استنزاف بكل معنى الكلمة، تقاس بمن حقق الاهداف اكثر ومين صار عنده ضعف اكثر، هيك تقاس. يعني اليوم بعض الدراسات يلي بتطلع ايضا من صحفهم هني بأنه محور المقاومة حقق بهذه العشرة أشهر من خلال هيدي الحرب تعيد الاستنزاف ما كان يصعب عليه أن يحققه بحرب مفتوحة أكثر من عشر مرات.
من خلال استنزاف الإسرائيلي، من خلال تشتيت الإسرائيلي، من خلال توزيعه على كذا جبهة، ومن خلال ضرب قوته، ومن خلال توصيله لمرحلة يعترف بنقص المقاتلين، نقص الدبابات، وعدم قدرته على تحرير أسرى صار لهم 10 أشهر بإيد المقاومة الفلسطينية من بعد ما باد غزة، وبنفس الوقت على جنوب لبنان اليوم مهجرين من المستوطنات تخطوا 200,000، شيء بيرجع وشيء ما بده يرجع، معادلة ردع مش قادر يفرضها، وهي بعد قصة حرب أسناد فقط. هذا الوضع اللي فيه الإسرائيلي. بالمقابل المقاومة حصلت على التئام بالساحات، إحداثية من لبنان وضربة من اليمن، إحداثية من العراق وضربة من لبنان، إحداثية من اليمن وضربة من العراق، وبشكل متواصل جدا. الهدهد بيتبعوا يافا، مسيرة بتطلع من اليمن مقابلة، بنفس الوقت يشن عملية من الشمال من جنوب لبنان. هذا التنسيق بين الجبهات هو مرحلة جديدة بالنسبة لمحور المقاومة، والإسرائيلي أبلغ من خلال وسطاء كانوا بين الأمريكي والإيراني بالفترة الماضية بأنه الحرب على لبنان ستكون بشكل مختلف أكثر بطبيعة هيدي الساحات الملتئمة اليوم، أبلغ بشكل رسمي. ولكن يعني يتوجه خلال أيام بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سيلقي كلمة بالكونغرس، سيكون أبرز ما تتضمنه هذه الكلمة هو مطالبته بمساعدات عسكرية لإسرائيل، وهناك توقعات أنه قد يحصل على هذه المساعدات الإسرائيلي أو بنيامين نتنياهو بهذه الكلمة، بعد هذه الكلمة التي سيلقيها. ولكن إذا كانت واشنطن لا تريد أن يتم توسيع رقعة الحرب وأن تنتهي هذه الحرب، ويقول بلينكن فجرا أنه نحن على وشك عقد صفقة بغزة، لماذا قد يساعدون الإسرائيلي بالحصول على مزيد من المساعدات العسكرية، هذه المساعدات التي ترتكب الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين وأيضا بحق اللبنانيين في جنوب لبنان؟ هلا هو الأمريكي يعني قلبه على الفلسطينيين أو على الجنوبيين بلبنان، أو قلبه على السلام بالعالم؟ الأمريكي هي دولة تشتغل مصلحتها فقط، الإسرائيلي هو ربيب لأمريكا، هو صنيع أمريكا بالمنطقة. اليوم أول شيء الأمريكي أغرق بوحول ما بعد وحول عندما دخل الإسرائيلي بهذه المعركة يلي ما كانت على توقيته وما كانت على تخطيطه وما كانت بوقت هو منتظرها. في عملية، في حدث تاريخي اسمه طوفان الأقصى بسبعة أكتوبر حصل، أكلت فيه إسرائيل بوكس وأكل مع الأمريكي هذا البوكس، وغرقت بحرب ما عارف تطلع منها. اليوم الأمريكي شو عنده؟ عنده أو كسر إسرائيل نهائيا ومعاناتها من أزمة وجود فعلية، أزمة وجود فعلية، أو الذهاب لحرب مفتوحة. هو عارف أنه إذا وصل ووقف عسكريا بظهر الإسرائيلي ورحنا على حرب إقليمية مفتوحة، الخسائر أو ريسك الخسارة أكبر بكتير من ريسك الأرباح. الغطاء يلي كان عم يعطيه بشكل متواصل الأمريكي للإسرائيلي هو يشبه اليوم ما سيحصل عليه نتنياهو عند زيارته للكونغرس. إذا بدنا نستعرض 10 أشهر من الرحلة الأمريكية، من الإزدواجية الأمريكية الدبلوماسية بمطرح والعسكرية على الأرض بمطرحة تانية، منشوف نفس المشهد. اليوم نطلع نطرح مبادرة، نطلع على مجلس أمن، نطلع على لجنة حقوق إنسان، نطلع من دين مجازر مدنية، وبنفس الوقت منيجي منمشي مساعدات عسكرية من تاني مال، بنفس الوقت منيجي منعمل فيتو بمجلس الأمن على قرارات تدين إسرائيل، منطلع مندعم نتنياهو، بنفس الوقت منحضر الرأي العام عنا بصحفنا أنه بايدن ونتنياهو على خلاف، وبأنه نتنياهو ما عم يسمع كلمة بايدن أو الإدارة الأمريكية، هيدا المسرحية الكبيرة اللي بتجي. منيجي مندعم الإسرائيلي بأرض الميدان، منكفي بالتسليح، ومنطلع مندعي جانتس على أمريكا بدون التنسيق مع نتنياهو أنه نحن صرنا عم نفاوض لحتى نروح على حكومة جديدة بكيان العدو. تحضير الرأي العام بهذا الشكل بالنسبة لإخفاق نتنياهو يلي هو حاصل لا محال، لحتى نيجي نقول أنه يلا هيدي حكومة جديدة بالكيان، روحوا لنفاوض ونرتب وراء المنطقة، هذا التحضير للرأي العام عندما يخفق نتنياهو
وتهزم إسرائيل بهذه المعركة، بيكون الأمريكي عامل المخرج السياسي الدبلوماسي اللي هو عود كل الكرة الأرضية عليه بهيدي الازدواجية. ومش أول مرة، ومش بس بالملف الإسرائيلي ولا بس بالملف النووي الإيراني ولا بأي ملف في الأمريكي إلا كان عنده هيدي الازدواجية.